وسط تلامس السخط السياسي، خرج العشرات من الهيتيين إلى شوارع العاصمة بورتو برينس مطالبين باستقالة الرئيس مايكل مارتيلي. احتجاجات المتظاهرين تصاعدت بسبب ما يقوله المواطنون في هيتي من أن الأوضاع في البلاد لم تتغير وأن الرئيس لم يفعل شيئا لتخفيف وطأة الجوع ووقف انتشار وباء الكوليرا الذي ضرب البلاد إثر الزلزال الكبير الذي دمر العاصمة بورتو برينس في بداية 2011. بعض المتظاهرين دعوا إلى تغيير الحكومة وإجراء انتخابات تشريعية لإطاحة بالحكومة. المظاهرات بدأت سلمية لكنها احتدمت واشتدت. الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين في حين طالت تخريب عددا من السيارات. الرئيس مارتيلي عين مجلسا من 9 أعضاء للتحضير ولتنظيم الانتخابات البلدية والتشريعية هذه السنة بعد أن تأخر إجراؤها لأكثر من سنتين.